في مجلس الامن قدمت دوله الكويت مشروع قرار يدعو الى اتخاذ تدابير لضمان سلامه وحمايه السكان المدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينيه المحتله بما في ذلك في قطاع غزه ومن ضمنها ارسال بعثه حمايه دوليه ويدين مشروع القرار باشد العبارات استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوه ضد المدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه وخاصة في قطاع غزة وذلك في انتهاك للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ويعرب عن الاسف ازاء فقدان ارواح بريئة ويدعو المشروع الى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على الحركة والوصول الى قطاع غزة والخروج منها